السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالمتابعين. لا تنسوا في متابعتنا الاشتراك والضغط على زر الجرس. الآن متواجدين إحنا في منطقة أكشبات، في مركز أكشبات. ورايا بالضبط فيلا ذات طراز جيد. الفيلا مبنية على مساحة 460 متر مربع، مساحة البناء 300 متر مربع. تعالوا نديكم تفاصيل مع بعض اللي موجود، الخدمات اللي موجودة فيها. عندنا أول ما ندخل الفيلا عندنا البوابة، هذه بوابة الدخول للفيلا، يعني نقدر نخلي المنطقة هذه جراج للسيارة. يعني المنطقة تسع إلى 2-4 تقريبا لأربع سيارات تقريبا، بالإضافة إلى الكاميرات المراقبة الموجودة عندنا. تقريبا أطراف الفيلا ككل 5 كاميرات مراقبة موجودة أطراف الفيلا، بالإضافة إلى المكيفات الموجودة أيضا. هذه المكاين المكيفات. تعالوا مع بعض نشوف المنطقة الأمامية تبع الفيلا. مدخل الفيلا الرئيسي من هنا، ننزل تحت نشرح لكم الحديقة التابعة للفيلا، وبعدين نطلع نديكم تفاصيل الفيلا كاملة. حاليا أنا متواجد في الحديقة الأمامية للفيلا. زي ما تشايفين الكاميليا هذه الجلسات العائلية، بالإضافة إلى الحديقة الحلوة اللي قدامنا فيها أشجار زي ما انتم شايفين، وأرضية نجيلة، يعني حاجة جدا حلوة. يعني الواحد هو يطل على حديقة الفيلا، بالإضافة إلى إطلالة البحر أمامنا. المساحة هذه نقدر نستغلها بأشياء كثيرة. نقدر نحط هنا مثلا جلسة وطاولة، أي حاجة نقدر نحط قدامنا ونستمتع بالأجواء الجميلة. عندنا المنطقة هذه برضو نقدر نستغلها بأي شيء نرغبه. المدخل للحديقة لها مدخلين، مدخل من الدور الأرضي ومدخل من جانب الفيلا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل. حاليا احنا متواجدين أمام المدخل الرئيسي للفيلا. تعالوا مع بعض نديكم تفاصيل الدور هذا، ايش اللي موجود فيه. أول ما نخش هنا على اليمين دورة المياه الرئيسية للدور هذا. مقابل دورة المياه عندنا الصالة. عندنا الصالة ما شاء الله مساحتها كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله، موجود فيه مشب للنار اللي هو يسموه بالتركي الشومنيه. والحاجة المميزة اللي موجودة في الشقة تشوفوها بعينكم، يعني حاطين اللي هو يسموها أباجور، أباجور باللغة التركية، وأعتقد باللغة العربية كمان يسموها أباجورة. يعني الواحد هو مسافر يقدر يقفل الشيء هذا ويروح هو مرتاح. نستمتع بالإطلالة بعد ما نفك الأباجورة هذه، والإطلالة هذه أمامنا. إطلالة الصالة على البحر زي ما انتم شايفين، وعلى حديقة الفيلا. في كل غرفة وفي كل صالة موجودة عندنا أيضا تمديدات المكيف والمكيفات موجودة أيضا، وبرضو موجود اللي هو الشبك تبع النامس. شبك النامس هذا كمان موجود مجهز في الشبابيك كلها. نطلع على البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ. البلكونة موجودة فيها أيضا مكان للشوي زي ما انتم شايفين. وإطلالة البلكونة على البحر، إطلالة بانورامية رائعة جدا زي ما انتم شايفين، على المدينة وعلى البحر. الفيلا هذه رائعة وإطلالتها أروع. نتوجه إلى المطبخ. زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ راكبة وجاهزة، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية زي ما تشايفين. نطلع من المطبخ نتوجه إلى الغرفة هذه. عندنا الغرفة هذه يسع فيها سريرين، وأيضا ما ننسى اللي هو الأباجور زي ما قلت لكم.
يعني إجمالا الدور هذا دور المدخل موجود فيه صالة وغرفة ومطبخ بالإضافة إلى دورة المياه. نطلع مع بعض الدور الثاني. وصلنا الدور الثاني. نشرح لكم في الدور هذا إيش موجود. موجود ثلاث غرف بملاحقها. نيجي يسارا هنا الغرفة الأولى. الغرفة هذه لها دورة مياه خاصة فيها بالإضافة إلى مدخل مسوينه هنا لحاله مقفلينه بزجاج. الزجاج هذا مانع للصوت، وأيضا إطلالة الغرفة هذه على البحر، وكل الشبابيك فيها النظام اللي قلنا لكم عليها، نظام الغطاء وبالإضافة إلى الشبك المانع للناموس. الغرفة هذه لها بلكونة، بلكونة جميلة حلوة، ما هي كبيرة بس تعتبر مساحتها جيدة، يعني البلكونة هذه مشتركة بين الغرفتين، الغرفة الأولانية وهذه الغرفة الثانية، وإطلالتها أيضا على البحر وعلى المدينة. كل الغرف موجود فيها المكيفات المركزية، يعني تمديدات المكيف، والمكيفات أيضا موجودة في كل الغرف في كل الصالات. نتوجه إلى الغرفة الثانية. مقابل الغرفة الأولى عندنا الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي هذا يخدم الدور ككل. وعندنا يمينا هنا غرفة أولى مزودة بالمكيف، وهذه الغرفة الثانية أيضا اللي قلت لكم سابقا موجود فيها المكيفات وسريرين زي ما انتم شايفين، نقدر نغطيها ونقدر نسكرها زي ما نبغى. المكيفات المركزية موجودة، يعني الغرفة هذه يسع لسريرين ودولاب، يعني مساحة الغرف جيدة. ننزل مع بعض إلى الدور الأرضي ونشرح لكم إيش موجود في الدور الأرضي. وصلنا الدور الأرضي، زي ما انتم شايفين المساحة اللي موجودة فيها حاليا متواجدين احنا مساحة الصالة، يعني المنطقة هذه فيها صالة وفيها غرفة صغيرة كمخزن بالإضافة إلى مغسلة صغيرة موجودة في الجنب. المخرج اللي قلت لكم سابقا واحنا بنشرح في الحديقة الخارجية، هذا هو المخرج اللي خرجنا للحديقة الخارجية. يعني إجمالا زي ما قلت لكم الفيلا هذه مساحتها 450 متر مربع، اللي هو مساحة الأرض زائد مساحة البناء. مساحة البناء 300 متر مربع، فيها أربع غرف زائد صالة، صالتين بالإضافة إلى مطبخ، وتقريبا أربع دورات مياه. وفي كل غرفة وصالة موجود فيها مكيفات، يعني تقريبا إجمالي المكيفات اللي موجودة سبعة بالإضافة إلى المشب والشومينيه اللي موجود في البلكونة. وما ننسى أيضا كاميرات المراقبة، يعني فيلا متكاملة بمساحة جيدة وإطلالة رائعة جدا في منطقة حيوية، منطقة أكشبات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.